السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome back with Inas Al-Qureshi. إن شاء الله we will discuss unit 2 grammar pages number 22 and 23. Our objective: use gerund as a subject. نستخدم الجرند اللي هو الفيرب with ing as a subject كفاعل. Use gerund phrases as a subject. مو بس فعل بالing، ممكن نستخدم phrases يعني أكثر من كلمة كفاعل. Use superlative اللي هي المفاضلة اللي هي تنتهي الصفة بEST، the ومع الصفة مع EST، أو the most والصفة plus present perfect مع المضارع التام. Look at page number 22. جرند، إيش يعني جرند؟ جرند يعني إيه؟ جرند فيرب بلس آي إن جي، يعني الفعل اللي في المصدر نضيف عليه آي إن جي. زي عندك فيرب 1 بلاي، يلعب، لما نضيف عليها آي إن جي حتصير بلاينج، اللعب. هنا تعتبر جرند لأنها تحولت لإسم، الفعل اللي هنا صار إسم اللعب. واتش هي فعل فيرب 1 لوحدها معناها يشاهد، لما نضيف لها الآي إن جي تصير واتشينج. Watching هنا بمعنى المشاهدة لو جاتنا في بداية الجملة. Gerund phrases، الجرند اللي هو الفعل بالing مع عدة كلمات plus other words. Playing football، لعب كرة القدم. Sitting at home، الجلوس في المنزل. لاحظي انه playing gerund الفعل بالing، football noun اسم، sitting gerund verb with ing at preposition home place noun. هذه هي الجرند phrases، انه مو بس يكون الجرند الفعل والing، لا معاه كلمات اخرى. gerund as subject. a gerund or gerund phrases phrase can be the subject of a sentence، ممكن يجي كفاعل في الجملة. for example swimming uses more muscles of the body than almost any other form of exercise. السباحة تستخدم عضلات الجسم، عضلات أكثر في الجسم أكثر من أي رياضة أخرى. watching sport، هناك swimming لوحدها جاكي بعدها uses الفعل، هنا جرد، لكن تحت شوفي watching sport مشاهدة الألعاب. isn't هنا جاني الفعل isn't، إذا هي gerund phrases لأنه جاني فعل بالing وكمان معها اسم noun اللي هو sport. isn't nearly as fun as playing them، مشاهدة الألعاب مو هي ممتعة زي لعبها. It is foolish to ride a motorcycle without a helmet. من الغباء انك ايه تركب الدراجة النارية بدون خوذة. طيب لو بخليها استخدمها جرند، عندك to ride هذا الفعل اللي هو انه يسوق، riding اضفنا لها ing وحذفنا الاي لانه اي فعل منتهي باي وتضيفي له ing لازم تحذفي الاي. riding a motorcycle without a helmet is foolish، يعني هنا صارت subject بعدين جاني الفعل is بعدين جاتني adjective foolish سخيف. it is fun to play football، استخدم الفعل اللي بعد to play، صير playing football is fun، هنا gerund phrases. okay make a gerund or gerund phrase negative، لو ابغى اخليها منفية ايش راح اسوي؟ by putting not، نضيف قبلها كلمة not، ليس not exercising ليس التمرين او التدريب. is a sure way to gain weight، يعني ليست طريقة صحيحة انه راح يزيد اوزاننا. not warming up ليس الاستعداد أو التحمية. before you exercise can lead to injuries، يعني الوارمينج أب ما تؤدي إلى الإصابة بحوادث أو أي جروح
لاحظي not عشان نسويها negative. Note that a gerund subject takes a singular verb. شوفي getting in a shape takes. هنا عندك takes الفعل مفرد أضفنا له s دليل إنه getting اعتبرتها كشيء واحد singular. فالفعل حيكون singular verb إنه الفعل يكون مفرد. إحنا نعرف إنه الفعل اللي في الزمن المضارع البسيط لما يكون مع المفرد نضيف له الاس، لما يكون مع الجمع نحذف منه الاس. لاحظي فوق الأمثلة اللي فوق swimming uses هذا مفرد الفعل هنا عندي حطيت اس، لو كان بعامله زي معاملة المفرد. كمان عندك watching sport isn't للمفرد، not exercising is، not warming up before your exercise can، هنا عندنا كان مفرد. Playing sport are a good way to keep you in shape. يقول لك خطأ، ليش خطأ؟ لأنه هنا are فعل للجمع. الصحيح ايه؟ Playing sport is a good way to keep you in shape. الفعل لما يجيني مع الجرند لازم استخدمه في صيغة المفرد، انه يا بأضيف اس للفعل يا اني بستخدم اس. خطأ استخدامنا الار. هنا عندك exercise find example of gerund as a subject. نطلع هنا عندك giving middle، نطلع الجرند كفاعل. كمان عندنا lighting the torch اللي هو يولع الشعلة، وفي عندنا running through the mountains اللي هو الجري خلال الجبال، giving medals اللي هي ياخذ الميداليات، dropping sports يمكن يترك بعض السبورتس تمارين، adding a new event معناتها إضافة أحداث جديدة. أوكي عندك الكلمات ملخبطة ونبغى منك ترتبينها. أوكي عندك takes a lot of courage car racing، حيصير car racing take a lot of courage. car racing اللي هو سباق السيارات، takes a lot of courage ياخذ courage شجاعة. is after eating swimming not a good idea. swimming after eating السباحة بعد الأكل is not a good idea فكرة غير سليمة. difficult but fun. skateboarding is difficult but fun. اللعب بتزلج بلوحة تزلج صعب ولكنه ممتع. عندنا كمان superlative و ال present perfect. superlative اللي هي المفاضلة اللي قلنا بال est أو كلمة most أو least. ال present perfect اللي هو has و have والفعل في التصريف الثالث. طيب نشوف ال superlative. fastest معناتها الأسرع، يعني أنا باخذ واحد من مجموعة. the most famous أشهر واحد، هم كلهم مشهورين وأشهر واحد هذه الشخصية. the best لاحظي إنه good تصير the best أو fast تصير fastest بس أضفنا est. famous عشانها long حنضيف قبلها the most. good من الشواذ حصير the best. bad the worst لازم تنحفظ بعد الصيغة. present perfect الضمير are you we و they يأخذون have يأخذون الفعل في التصريف الثالث. عندك he و she و it وعيسى يأخذون has يأخذون الفعل في التصريف الثالث. I have eaten an apple أنا قد أكلت تفاحة منذ زمن. عندك I subject الفاعل، have الفعل المساعد، eaten التصريف الثالث للفعل أكلت. he has been to رياض سافر للرياض قبل كذا أو كان في الرياض. he subject has تجمع he been verb 3. superlative plus present
The present perfect can be used after the superlative. يقول لك المضارع التام تقدر تستخدمينه مع بعد صيغة المفاضلة. نشوف المثال الإكزامبل. This is the most exciting sporting. هذه أفضل رياضة ممتعة. Event. I have been to in a long time. يعني قد زرتها منذ زمن بعيد. Who is the best football player you have ever seen? من أفضل لاعب قد شفته؟ عندك the most exciting. هذه superlative. The best superlative مفاضلة. هنا exciting استخدمت معها the most عشان الصفة long. أكثر من syllable. هنا the best أضفت est. أصلا كانت good. فعشان superlative حصير the best. The present perfect I have been. You have seen. السبجكت I و you بعدها have بعدها الفعل في التصريف الثالث اللي هو been أو seen. Complete with your own words. The most exciting games I have, ممكن تقولي played or watched or enjoyed. لازم الفعل يكون في التصريف الثالث. Is football. My father is the person. ممكن تستخدمي the smartest بالEST person I have ever known. عرفته. أو kindest ضيفي لها EST. أو rich the richest. The TV show I have ever watched is Tasha and Ma Tasha. The best TV show, ممكن نقول. The worst TV show. The funniest TV show. That I have is. Okay, حسوي لي مثال من عندك. طيب, workbook pages number 12, 13, and 14. 12 حنحل C و D و 13 E و F و 14 exercise G. Okay. It is easier to lose weight when you are physically active. Losing weight. ليش حطينا losing weight؟ أجل الجملة الأساسية. It is easier to. أدور لكلمة to أحط عليها دائرة وأخذ الفعل اللي بعدها. حصير بدل to lose حصير losing weight. نشوف اللي بعدها. The thing that stop many people from being physically active is not having enough time. طيب, not having enough time. هذه هي النيجاتيف. هذه عشانها منفية. حدور not. إذا كانت الجملة ما هي منفية حدور لي to. إذا كانت الجملة منفية حدور لي not. It gives a runner sense of satisfaction to complete a marathon. Completing a marathon. شوفي عندك الجملة ما فيها not. إذا حدور لي to. عندك to complete سير completing. It is difficult but thrilling to learn how to ski. شايفة to learn سير learning to ski. The most important part of playing a sport is not winning. Winning is not the most important part. It is dangerous to scuba dive without proper training. Scuba diving without proper training is dangerous. It is not a good idea to swim after eating. عندك two. Swimming after eating. It is gratifying. It is gratifying to see gratefully to see your body become trimmer and stronger. Seeing your body become trimmer and stronger is gratifying.
It is exciting to attend a live sporting event. Attending a live sporting event is exciting. It is disappointed not to get a chance to play for your team. Not getting a chance to play for your team is disappointing. Complete each sentence with gerund or gerund phrases. Sleeping earlier is a good idea. Reading a book takes a long time. Eating some dates gives me energy. Number four, traveling is one way to make a friend. Getting high mark makes me feel good about myself. Number six, cooking kabsa is easy for some people but difficult for others. Using cell phone for a long time is something I try to avoid doing. Watching TV is a bit boring. Skydiving is thrilling but dangerous. Riding a horse is something I want to try someday. Identify the sport of each piece. Weightlifting اللي هي رفع الأثقال. Swimming. Running. Bicycling. Skating or skateboarding. Football. Playing football. طيب نسوي عليها جمل. Weightlifting. Lifting 100 kilogram is the heaviest weight I have ever left. أكثر وزن أنا رفعته أو حملته. Swimming. Swimming in the ocean is difficult. السباحة في المحيط صعب. Running every day is good for your health. جيد لصحتك. الجري. Riding a bicycle, ركوب الدراجة, is the best way to get around the town. إن أفضل أشياء للدور فيها حولين المنطقة. Skateboarding can cause dangerous injuries. تزلج بالسكيت ممكن يسوي لنا إصابات اللي هي لوحة تزلج. Playing football is exciting. لعب كرة القدم is exciting. Okay. Workbook answer. Roller skating is good exercise. طلب منك ترتب الكلمات. Playing team sport has many benefits. Practicing is an important part of playing a sport. Car racing takes a lot of courage. Playing a sport. طبعا حنبدأ بالفعل اللي بالING. Sport is a good way to stay in shape. Walking is easy but it is a good form of exercise. Cycling requires a lot of leg strength. اللي هي اللعب بالدراجة يحتاج سيقان قوية. Not missing practice is essential for learning a sport. إنك ما تترك ولا تمرين is essential ضروري لتعلم السبورت الرياضة. Playing tennis requires two people. يحتاج شخصين. Skateboarding is difficult but fun. Golfing takes a lot of patience. Surfing is difficult. Surfing اللي هو اللوحة التزلج اللي على أمواج البحر. اللي هي يقولوا له ركوب الأمواج. Playing football is so much fun. Scuba diving اللي هو القفز الحر. Requires a training and certificate. يحتاج بالتدريب وشهادة كمان. Scuba diving اللي هو الغوص.
scuba diving, الغوص في البحر. Running is exhausting, الرن الجري متعب. Ice skating is my favorite sport. The hardest, ليش هنا أضفنا est لأن الصفة قصيرة. The hardest test I have taken was in chemistry class. The longest run has taken, Mina has taken, was 10 kilometers. What is the scariest film? أكثر فيلم مخيف. Have you ever seen? That was the sickest. Bilal has been. What is the worst TV show you have watched? Lance Armstrong is the most famous cyclist there has ever been. The longest book I have ever read. What is the most exciting sporting event you have ever seen? The tastiest meal I have ever eaten. That was the strangest conversation Maya has ever had. Exercise, eh? The longest game I have watched was the tennis game. The hardest sport I have ever played is tennis. هنا بستخدم المضارع التايم التا اللي هو الضمير مع have و has مع ever والفعل في التصريف الثالث. The most interesting book I have ever or I have read was about Africa. The best dinner I have ever been to. The easiest class I have ever taken in health. The furthest. Egypt is the furthest place I have ever been. As أبعد مكان. The most interesting person I have ever met is Alignore. The best vacation. My trip to Tokyo was the best vacation I have ever had. The funniest person I have ever known. Eric. The most boring film I have ever watched was تحطين اسم فيلم. Okay. Exercise G. This is the most exciting tennis match I have ever seen. He is the best sticker we have had for years. Striker. اللي هو الهداف. Watching football at home can be really fun. Running is a great way to stay in shape. Okay, have a nice day with you in Nasser Qureshi. Thank you for listening for me. Goodbye.